هتقول يا جماعه الصوره اللي بعد كده للكابتن ميمي عبد الرازق برضو يعلق عليها عشان هي النجم اخر نجم مهم جدا. محمد شناوي الحكم اللي كان بيدير المباراه دي، الصوره دي جايه عشان نسالك ايه رايك فكره التحكيم النسائي؟ يعني الحكم دي حكمه امريكيه عملت مباراة عظيمة، أكيد اتفرجت على المباراة يا كابتن، اتفرجت عملت عليها مباراة طبعًا. تحكيمية رائعة جدا طبعًا. فكرة عشان بما إن احنا بنتكلم كمان على التحكيم النسائي وانتشاره في العالم، إيه رأيك في الفكرة دي أصلا؟ ده هي في ميزة كمان العيلة كلها حكام عندها، صح، جوزها حكم وهي حكمة، وكان والدها على فكرة رافض إنها تبقى حكمة. أنا متهيألي هم عاملين في البيت عندهم فار عندهم لا مش هينفع يا كابتن ميمي، مش هينفع ممكن يكون عندهم في البيت فار برضه، خدت بالك؟ لا بص دلوقتي، ما احنا دلوقتي احنا رجعنا دلوقتي ايه عشان ما ننكرش، مش في مساواه دلوقتي؟ ايه مش في مساواه طبعا يا كابتن بين المراه والرجل طبعا، خلاص والمراه زي الرجل طبعا، واحنا بالنادي بهذا الوضع والكلام ده طبعا تمام بصراحه يعني برضو احنا برضو بدأناها في مصر. انا عاجبني فكره انه العالم بدا يعني ياخد فيها خطوات جديه، مش ان هو بس ايه يبقى في حكمه وخلاص، بس ما تحكمش مباريات مهمه، لا بتحكم مباراه مهمه وبتادي بشكل رائع، كانت ممتازه، هايله، كانت ممتازه جدا، هايله يعني، انت من ضمن المميزات ان محدش بيحس بالحكم، فهي كانت ممتازه جدا جدا يعني بصراحه في المباراه. هي ده لو في حكمه بتحكم لك في الدوري المصري مباراه وحبيت تعترض عليها تعمل ايه؟ بس انت لما بتيجي تعترض بقى بتطلع من جوه، بتعصب قوي انت. ادي لها دعوه والله ربنا يخليك لاولادك. هتضطر تبقى هادي. ها؟ طبعا هضطر هادي. هتضطر تبقى هادي. انا اقول لها ربنا. نصيحه لي الله ربنا يخليك لاولادك. انه اي مباراه للكابتن ميمي عبد الرازق لا والله انا من بعد بس انت دايما محترم مع كل الحكام الحمد لله يعني هديت جدا طيب